أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بالعلم والعمل الصالحين يا رب العالمين. وصلنا إلى موضوع جديد، وهذا الموضوع يؤسس قاعدة كلامية إسلامية، قاعدة إسلامية عقائدية مهمة جدا، وهو وجوب النظر والمعرفة. احنا نتدرج بهاي القاعدة ونحاول نبين المطلب على شكلي على شكل نقاط. النقطة الأولى، هل يجب التقليد في أصول الدين أو لا يجب؟ واضح؟ بالفروع يجب التقليد. شنو معنى التقليد؟ هو عمل العامي بفتوى المجتهد. المجتهد كيف يثبت الفتوى؟ يثبت الفتوى إثباتا استدلاليا، يعني يستدل صغرى وكبرى ونتيجة بعد حذف الحد الأوسط المتكرر بين المقدمتين، ويعطي النتيجة لمن؟ للمكلف، للعام الذي ليس له حظ من العلم. المكلف يأخذ الفتوى دون الدليل، ما يطالب المجتهد بالدليل. بعد هو وين يعرف أصالة البراءة الشرعية؟ وين يعرف الاستصحاب القهقري؟ وين يعرف الاستصحاب النعتي أو الاستصحاب الأزلي؟ ما يعرف، فيأخذ الفتوى وخلاص. أما بالأصول، هذيك بالفروع، أما بالأصول، أصول الدين يعني الجانب العقائدي، هل يجب على الإنسان أن يقلد مجتهدا أو لا؟ هذا السؤال. ذهب علماء الإسلام، علماء الإمامية بعد، وأصحاب المعصومين على أن التقليد في أصول الدين يعني في المنظومة العقائدية لا يجوز أبدا، أبدا ما يجوز. بعد شو سوي؟ شو سوي هنا؟ فيجب على كل إنسان أن يحصل على الدليل القطعي اليقيني الجزمي. كل مسألة عقائدية يجب على هذا الإنسان أن يبحث فيها ويحصل على الدليل الجزمي القطعي اليقيني على أن لهذا الكون صانع. يجب عليه أن يحصل على الدليل الجزمي القطعي اليقيني على أن هذا الصانع واحد. يجب عليه أن يحصل على الدليل القطعي على أن هذا الصانع عادل. بس نبه كلامك بابا شوية صوتك بيدي. يجب عليه أن يحصل على الدليل الجزم القطعي على أن الله بعث الأنبياء ونصب الإمام، وكل من خالف الإمام والنبي
فعقابه موكول إلى يوم القيامة. هاي المنظومة العقائدية وأمهات المسائل العقائدية، يجب على الإنسان أن يحصل على دليل. لذلك شو نسمي الآن، شو نسمينا الموضوع؟ وجوب التقليد لو وجوب النظر والمعرفة. وجوب النظر عفوا، وجوب النظر والمعرفة. يجب على كل إنسان أن يعرف، أن ينظر، يعني يبحث. واضح لو مو واضح؟ فننتقل للسؤال الثاني. الآن واضح رأي الإمامية؟ الإمامية واضح رأيهم شنو؟ بهاي المسألة أصول الدين ما بيها تقليد. جيد. كمل كمل كتابه. هذا الوجوب هل هو وجوب نقلي أم أنه وجوب عقلي؟ أنت مو قلت يجب على كل إنسان أن ينظر ويحصل على الدليل القطعي على كل مسألة عقائدية، هو يبحث. فنسأل السؤال الثاني، أنت لما وجبت علينا البحث، هذا الوجوب وجوب عقلي، يعني مدركة مدركة عقلي لو نقلي مستمد من آية ورواية؟ عقلي. الجواب، هذا الوجوب هو وجوب، هو وجوب عقلي، لا أنه وجوب نقلي مستمد من آية ورواية. فهمت المطلب؟ ليش ما مستمد؟ ليش؟ قدم لي بالله سؤال، لماذا أنه غير مستمد من آية ورواية؟ ليش؟ شنو السبب؟ الجواب، نحن في أبحاثنا العقائدية إلى الآن، بحثنا إحنا كحلقة دراسية إلى الآن لم يثبت عندنا وجود الصانع. ثبتنا وجود الصانع؟ ثبتنا وجود المتكلم؟ فكيف يثبت عندنا وجود الكلام؟ لحد الآن ما ثبتنا وجود الخالق ووجود الصانع ووجود المحدث ووجود الموجد، فكيف يثبت عندنا كلامه؟ لحد الآن ما طرحنا أدلة عقائدية على وجود نبي، فكيف يثبت الكلام المنقول بواسطة النبي؟ صحيح لو مو صحيح؟ يلا هاي المقدمة الثانية. إذا عرفنا هذا الوجوب هو وجوب شنو؟ عقل. يلا المقدمة الثالثة، الوجوبات على قسمين، إما وإما، إما وجوب كفائي وإما وجوب عيني. صحيح؟ لو وجوب كفائي لو وجوب شنو؟ عيني. ما هو الفارق ما بينهما؟ خل نفتهم شو الفرق. الوجوب الكفائي هو ذلك الوجوب الذي إذا قام به الغير سقط عن الباقين. الآن لو أن شخص سلم علينا إحنا كمجموعة، وواحد من عندنا رد عليه السلام، يسقط الوجوب عنه، يسقط العقاب عنه، هذا وجوب كفائي. إن قام به بعض سقط عن البعض الآخر. الوجوب العيني مثل صلاة الظهر، إذا أنا صليها ما تسقط عنك، وإذا أنت صليها ما تسقط عني. يعني هو الوجوب الذي يجب على كل مكلف على حده. فأنت شنو قلت لي؟ يجب البحث وتحصيل الدليل القطع اليقيني على كل مسألة عقائدية، هذا الوجوب كفائي أم أنه وجوب عيني؟ واضح السؤال أم واضح؟ الجواب، ترى هاي المسائل الإنسان يسأل يسأل إذا دخل القبر، يسأل عن هذه المسائل. هاي أمهات جاي نطرح القواعد الأساسية، يعني كل إنسان لازم يتعلمها.
ما هو دليلك على أن الله واحد؟ ما هو الدليل على أن الله عادل؟ ما هو الدليل على أن الله بعث نبيا اسمه محمد؟ هيك يعني أدلة مبسطة. مو يدخل القبر يقول له من ربك وخلاص، مو هيك. الجواب، هذا الوجوب، وجوب النظر والمعرفة، هو وجوب عيني. وجوب عيني يعني يجب على كل مكلف على حده، يعني إذا تعلمه شخص لا يسقط عن الباقين. إذن دراسته شو تكون؟ واجبة لو مو واجبة؟ خوش زين، لا أنه وجوب كفائي. هيا مقدمة، مقدمة الثالثة، الرابعة أو الثالثة؟ المقدمة الرابعة، المقدمة الرابعة. ما هي الأدلة العقلية على هذا الوجوب؟ أنت مو قلت هذا الوجوب وجوب النظر والمعرفة هو وجوب عقلي؟ ما هي الأدلة العقلية؟ هاي المدارك العقلية شنو هي؟ بالله فهمنا بيها، نريد نعرف القواعد العقلية اللي استنبطت من عد هذا الوجوب ما هي. واضح؟ جيد. العلماء يطرحون عدة أدلة عقلية. دليل الأول، لزوم شكر المنعم. الدليل الثاني، لزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة. الدليل الثالث، المعرفة ضرورة فكرية. أنا وياك والدليل الأول، خل نفتي الدليل الأول شنو معناه؟ اي تفضل. شنو دليل تحصيل السعادة من خلال يعني؟ اي هو جلب المنفعة المرجوة، جلب المنفعة المرجوة هو هذا الدليل الثاني. خل ناقش الدليل الأول، خل نشوف الدليل الأول هل يلزمنا بوجوب النظر والمعرفة أو لا. شنو سمينا الدليل الأول؟ لزوم شكر المنعم. خل نبدأ من مثال تقريبي حسي عرفي، خل نبين هذا الدليل عقلي لو عقلائي. أكو فرق ترى بالأدلة ما بين الأدلة العقلية والأدلة العقلائية. الأدلة العقلية مخالفتها توقع وين؟ في المحال العقلي، مثل اجتماع استحالة اجتماع النقيضين، يقول يجتمع يقع في المحال العقلي. واللي مثلا يجب طاعة الوالدين، اللي خالف وما يطيع يقع في ذم العقلاء، هذا عقلائي. بعدين أنا بين لكم إن شاء الله بعدين بين. بس أريد أول مرحلة نأخذها، أول خطوات بدرس العقيدة، خلي نبين شنو، خلي نبين هذه المطالب بشكل مبسط، بعدين توسع مرحلة ثانية توسع. اسمع، لو أن شخص وقع في مأزق معين، هسه قد أكو بلاءات الدنيا كثيرة، شخص ضعيف الحال، فقير ماديا، يسكن في منزل تجاوز، اجت البلدية فلشت المنزل، بعد ما عنده إمكانية، لا راتب عاطلين، هو معوق لا يستطيع أن يعمل، لديه بنات ليس له ولد ذكر يكد عليه. خل نفرض هسه ماكو هيك عوائل، ايش قد نلقاهم بالصحراء شاشخ له بطانيات خشبات ومخلي عليهم بطانيات وقاعد، قال عمي وين اروح؟ او قاعد له محل تجاري مهدم، يقول وين اروح انا؟ فلنفرض ان شخص هدم المسؤولون
فاسدين منزله. ما طوب بدل، ما طوب بدل. هذا هم السوى شي شخذه خشبات بالجول او قاعد بمحل تجاري مهدم هو وبناته وخلاله فالستر وقعد. فمر عليه تاجر من التجار فوسط ما بينه وبين ذاك الفقير واسطة، قال مثلا، قال يا شيخ انت روح، انا عندي عمل، روح نيابة عني شوف وضعه، واذا محتاج اشتري له قطعة بستنة وبنيها له واستر عليه وعلى عائلته. واضح؟ استفسرنا فعلا فقير محتاج من اهل الفقر والفاقة، اشترينا له قطعة بستنة بنيناها اليه سكناه هو عائلته، تحسنت اوضاعه. الان يريد ان يقدم هدية لذلك التاجر، صحيح؟ فراح يروح التاجر معين يقدم له هدية ويثني عليه على ما قدمه له. تاجر معين ما يعرفه يقول له انا اشكرك، انت سترت علي وعلى عائلتي وبنيت لي منزل ونقذتني ميل من الجلوس في الشارع. شو يقول له التاجر؟ عمي متوهم انت، انا لا بنيت لك بيت ولا اعطيتك مساعده، ها فالمفروض شو يسوي هو؟ هذا الفقير اذا اراد ان يشكر ويثني على التاجر يعرفه، هذا الخطوه الاولى. لا يعرفه اي باي وسيله، انا ما سمعنا له باي وسيله يعرفه، بعدين يقدم الثناء. تقديم الثناء والشكر قبل المعرفه يقع على نفس المتفضل ام على غير المتفضل؟ احسن هاي، شوف هذا الدليل. فالمفروض شو نسوي؟ الخطوه الاولى المعرفه، الخطوه الثانيه شنو؟ تقديم الشكر، لان تقديم الشكر والثناء قبل المعرفه حتما يقع على غير المتفضل، يقع على غير المنعم. شوف الدليل، شوف الدليل العقلائي العقلي، خلينا نقول هسه تسامح نقول دليل عقلي. ها فيجب تقديم المعرفه قبل الثناء، كذلك بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى، كذلك بالنسبه لمن؟ الى الصانع. لابد اولا ان نعرفه قبل توجيه الثناء والشكر له. واضح؟ يسأل الامام الصادق سلام الله تعالى عليه، لماذا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ قال لانكم تدعون من لا تعرفونه، يعني دعاؤكم عبادتكم شكركم تقع على غير الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فإذا وجوب النظر والمعرفة، هذا الدليل شو يقول؟ يجب أن يعرف الصانع، أن يعرف الخالق، أن يعرف المتجمل المنعم، بعد ذلك يقدم العبادة والثناء والشكر له والطاعة. وإلا هذه الطاعة بدون معرفة تقع على غيره حتما. أول الدين معرفته، هذا الإمام علي سلام الله عليه أيضا قال هذا. هذا الدليل الأول اللي نسميه إحنا تسامحا دليل عقلي وإلا هو عقلائي. بقية الأدلة تأتي والحمد لله رب العالمين.